احنا معانا على التليفون الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات والابحاث الاقتصاديه. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير استاذ يوسف، مساء النور، لحضرتك ولكل المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. دكتور، يعني تابعت اكيد بالتاكيد النهارده المؤتمر، اكتر شيء لفت نظرك في الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي كان ايه؟ هو طبعا من خلال المتابعه يعني هنجد ان هناك حرص كبير جدا من الدوله المصريه على يعني انجاح الطروحات الحكوميه، لان انجاح الطروحات الحكوميه بيتبعه انجاح لمستهدفات الدوله التنمويه، بيتبعه ايضا تحقيق مستهدفات الدوله بشان استقرار سعر الصرف من ناحيه، بشان تعزيز وزياده دور مشاركه القطاع الخاص، ودي نقطة مهمة جدا هتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية. يعني خلينا نشير لنقطة مهمة جدا، وهي أن الدولة المصرية بتستهدف زيادة الوزن النسبي لمجموعة من القطاعات، وهي قطاع الاتصالات وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، وهي مجموعة قطاعات بتشتمل أو بتدخل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وبالتالي بتعزز من مستهدفات الدولة التنموية في زيادة الوزن النسبي ومساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية. عظيم جدا. طيب، نجاح البرنامج بتاع الطروحات أي نجاح الدولة في أنها بالفعل تقدر تدخل مستثمرين أو استثمار أجنبي مباشر في هذه الشركات، بيدفع للمزيد من الموثوقية في الاقتصاد المصري، مظبوط؟ بالضبط، هو الهدف الرئيسي هو جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على الدخول في قطاعات اقتصادية مختلفة داخل الدولة المصرية. دائما المستثمر بيبحث عن الأصول الجيدة والأصول الناجحة والقطاعات الواعدة داخل الدولة التي يستثمر فيها. إذا نظرنا لبرنامج الطروحات الحكومية هنجد أنه بيشتمل على مختلف القطاعات الاقتصادية، على مختلف الشركات ذات الأنشطة المختلفة، وبالتالي هنا فكرة التعددية أمام المستثمر والتنوع في الاستثمار دي نقطة مهمة هتساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وتنوع المستثمرين الداخلين إلى الدولة المصرية. دي نقطة مهمة هتتبعها طبعا استقرار كبير جدا في سعر الصرف، لأنه الاستثمار بيتبعه المزيد من التدفقات الأجنبية للدولة المصرية، هيتبعه المزيد من الانتعاشة في الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الدولة المصرية، وهيتبعه أيضا فرص جديدة للعمل للشباب داخل الدولة. أعتقد أن هي الفكرة جيدة، وهناك رغبة جادة من الدولة في إنجاحها، وهناك رغبة جادة أيضا في إشراك القطاع الخاص في إنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وهي نقطة مهمة لأن القطاع الخاص بيعتبر هو المرآة الاقتصادية أمام المستثمر، وبالتالي عندما يرغب المستثمر في الدخول للدولة فهو بينظر إلى مدى مساهمة وحجم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة حتى يطمئن ويستطيع الدخول والعمل في الدولة المصرية. دكتور مصطفى قال جملة محتاج ان انا افهمها اكتر من حضرتك، قال انه برنامج الطروحات اصبح برنامج للدولة غير مرتبط بالازمة، ليس برنامج ازمة. ده معنى ايه يا دكتور؟ طيب، هو برنامج الازمة المقصود به ان هناك ازمة اقتصادية عالمية، وانه تم اعداد برنامج الطروحات الحكومية بهدف الخروج من هذه الأزمة. ودي نقطة مهمة جدا توضحها، بأن الهدف من برنامج الطروحات الحكومية ليس معالجة مشكلات اقتصادية أو أزمات اقتصادية عالمية، ولكن الهدف منه هو تحقيق مستهدفات الدولة التنموية في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة. وبالتالي هنا الفرق بين برنامج الأزمة والبرنامج التنموي والبرنامج الاقتصادي الحقيقي اللي الدولة بتسعى من خلاله إلى زيادة الوزن النسبي لمساهمة قطاعات هامة في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا إنجاح مستهدفات الدولة في تعزيز معدلات النمو وزيادتها وتحقيق المستهدف منه على المستوى القريب والمتوسط. أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية.